الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صباحك سعيد، صباحك جديد، صباحك سعيد، صباحك جديد، جدد نشاطك، جدد نشاطك، عمان الجميلة، عمان الجميلة، نسعى في أرضها، نسعد بسعدها، يدوم لنا عزنا، صباحك سعيد. صباح الخير والود والمحبة، صباح العطر الجميل مثل قلوبكم. أسعد الله صباحكم ويومكم وعساكم من حلل السعادة والعافية. صباح سعيد نقول لكم، والحمد لله حبا، والحمد لله شكرا، والحمد لله يوما وشهرا وعمرا. الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله دائما وأبدا. كلما حمدت ربي حمدت ربي، وجدت منه ما يرضيني. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم بهذا الصباح ارزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره. صباحكم يسر لا يتبعه عسر، صباح التوكل على من لا يخيب به الرجاء. صباح الخير لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتواصل معاكم إن شاء الله في برنامج صباح سعيد من الحين للساعة 10. وحب الوطن لا يعلى عليه، نقول عمانيون حيث نكون. مستمعينا متواصلين معاكم في الإخراج أيمن محمد الحبسي، وإعداد وتقديم عابدين محمد البلوشي.
عمانيون صباحكم جميل، صباحكم حب لهذا الوطن المعطاة، وأكيد الوطن الذي يحتوي أبناءه بكل محبة، ونقول حضن دافي، حضن الوطن. يمكن ما حد يحس بحضن الوطن كثر المغترب، نقول اللي مغترب عن الوطن ورايح يستكمل دراسته أو علاج، ربي يحفظك وين ما تكون وترجع لنا بالسلامة. صباحكم سعيد مستمعين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صباحكم أجواء رومانسية، أجواء جميلة، أجواء صباحية، دعاء جميل للوالد، للوالدة، للأخوان، للأقارب، لقائد هذا الوطن اللي سخر حياته خدمة الوطن وأبناء الوطن. صباحكم جميل وما يحلو إلا بتواصلكم معانا، نقول عبر أثير إذاعة الشباب على أرقام التواصل كالعادة، الرسائل النصية القصيرة 90456 بفقراتنا المختلفة، وعلى 24698115 للاتصالات. يرافقني كالعادة بدعمه الجميل الزميل في التنسيق والمتابعة سيف الهلالي، أجمل تحية له، تحية يقول مخرج حالي بعد، إن شاء الله تحياتنا أكيد لمخرجنا اليوم أيمن محمد الحبس، حط لك تصفيق كذا شوي يضحك. صباحكم جميل إذن مستمعينا الكرام، أرقى الناس وأقلهم حديثا عن الناس، وأتقى الناس هو أكثرهم سعيا في خدمة الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس. تعلم من الأمس وعش من أجل اليوم وتطلع إلى الغد، الأمر المهم هو ألا تتوقف عن التساؤل، أينشتاين. نتمنى دائما كذا الأسئلة تكون إيجابية والتفكير يكون إيجابي والسعي إيجابي وتطلع. أيمن يقول مثلي، إن شاء الله مثلك يا أيمن. كلماتكم الصباحية ما نبيها تكون بعيدة عنا، بالعكس تكون قريبة منا دائما، على نقول شباب راديو أمان على تويتر في تغريداتكم. أولى الرسائل اللي وصلتنا من بهية العامري تقول ما نسيناك والسماء كلها غيوم، رب الكون يشفيك يا رب الشان يا عزيز الشان قابوس، صباحكم حب لهذا الوطن المعطاة وطابت أيامكم بكل حب ومحبة. وأمطرت سحب عمان الغالية يجعل ربي يروي بالسعادة أهلها وسلطانها. طابت أيامك مولانا عهدا ميمونا نشهده، قابوس الغالي يا حبان نبضا بقلوب تعشقه، طابت أيامك مولانا أيامك مولانا عهدا ميمونا نشهده، قابوس الغالي يا حبان نبضا بقلوب تعشقه، قابوس الليلة تعظمه، قابوس العدل ومنهجه،
حلو هالصباح أكيد معاكم مستمعينا، وإحنا متواصلين في دروبكم ودرب السلامة والسهالة. دائما نقول لكم مستمعينا اللي راح يقضي مشاويره واللي راح الدوام واللي راح يستمتع بهذه الأجواء وين ما كنت، نقول صباح سعيد على إذاعة الشباب. ونروح إلى صحفنا المحلية لليوم، إلى صحيفة عمان. نوى جلالته يعزي في وفاة رئيس زامبيا ويتلقى شكر ملك إسبانيا. نقرأ اليوم بعض العناوين من جريدة عمان. رئيس الوزراء التنزاني يغادر البلاد. الصحة تنظم حلقة عن سياسات مكافحة العدوى. وزير الرياضة والثقافة والفنون الكيني يزور متحف قوات السلطان المسلحة. تدريب المشاركين على أحدث تقنيات العلاج. المستشفى السلطاني ينظم مؤتمرا حول اضطرابات البلع. وبمشاركة السلطنة اختتام الدورة العادية لمجلس المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالرباط. وندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية تشيد بالقضاء العماني. المنذري نأمل أن تخرج أوراق العمل بتوصيات تساهم في حقوق الإنسان. حلقة عن صحة الأم والطفل بمركز الغبراء الصحي. ووفد من الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يزور إدارة الجمارك. ختام الدورة 17 للتعامل مع كلاب الشرطة بوحدة الخيالة. المطالبة بنطاق رسمي في المؤسسات الحكومية لنظام تدفق المعلومات. مؤتمر العمل الاستراتيجي نظرة مستقبلية يدعو إلى التخلص من البيروقراطية والتعامل بشفافية. 55 ملي متر أعلى كمية بقريات و40 ملي بطيوي. بلديات الأقليمية تصدر تقريرا عن هطول الأمطار الأخيرة امتدادا للأنواء المناخية نيلوفر. والعامرات تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة وجريان أودية. دعما لجهودها المجتمعية حيال المياه تدشن مشروع في بيتنا مسعف بالسيب. وستين شابا يشاركون في تنظيف منتزه الأشخر الطبيعي. يضم 12 فصلا شارحا أهداف المجلس ومهامه وآلية العمل. بدء تفعيل دليل المجالس الاستشارية لطلبة التعليم العالي. برنامج مهني لمشغلي تطوير معلمي الكيمياء بتعليمية ظفار. وجامعة ظفار تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء. حلقة استراتيجيات لتعزيز ثقافة الحوار للطلبة بالظاهرة. وثلاثة وعشرين عملا فنيا بمعرض نساء من البريمي الخامس. والآن مستمعينا ننتقل إلى الصفحة الاقتصادية من جريدة عمان. السلطنة تدعو الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التكنولوجيا ونقل المعرفة. مبيعات الصناديق المبتدئة تضغط على بورصات الإمارات وقطر.
إتلاف 200 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة بسوق السيب. السلطنة تسجل أقل نسبة تضخم بين دول مجلس التعاون 6 أغسطس الماضي. والفعاليات تضمنت سوق المزارعين وتشجيع منتجي التمور. وزارة الزراعة تحتفل بيوم الشجرة في حديقة القرم الطبيعية. تعاون بين الزراعة والأهالي للقضاء على مرض الزنبور في الشرقية. بطولة دبي العالمية للضيافة تجمع دولي نحو تطور أساليب الطبخ. مشاركة أمهر طباخي الوطن العربي وركن خاص للإبداعات الأطفال بالمجال. وأكيد نقول الشيف العماني سيف عيسى اللمكي هو حاضر بنقول طبخات العمانية الجميلة. تراجع طفيف لمؤشر سوق مسقط وسط إقبال على الشراء من قبل المستثمرين غير العمانيين. هبوط سعر برميل النفط بمعدل 10 دولارات يحول 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من اقتصادات البلدان المصدرة إلى اقتصادات البلدان المستوردة. النفط يتراجع بعد ارتفاع العملة الأمريكية. الدولار يصعد لأعلى مستوى في 3.5 أسابيع بعد بيان المركز الأمريكي. بكذا مستمعينا وصلنا إلى ختام نقول صحفنا وعناوين الصحف المحلية. مستمرين معاكم في برنامج صباح سعيد عبر أثير إذاعة الشباب.
الله يحفظك يا سلطان عمان قائدنا المفدى، والله يحفظ الجميع إن شاء الله، والله يرجع بالسلامة إلى أرض الوطن وأبنائك بانتظارك بكل شوق ومحبة. مستمعينا الأكارم متواصلين معاكم في برنامج صباح سعيد، وما شاء الله عليك أيمن يقول لي الاتصالات كثيرة، حابين يتواصلوا معانا ونسمع أصواتهم إن شاء الله. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا أو تغريدات على الشباب راديو عمان قبل لا ناخذ الاتصالات ونقول موضوعنا، ونقول موضوعنا أول شيء فاتح عيوننا أيمن منصدم بالاتصالات ولا إيش؟ شباب حابين يشاركونا من الصباح، شويك قايمين من الصباح مستانسين متونسين، ونقول إن شاء الله وناستهم معانا عبر أثير إذاعة الشباب. إذن خلنا نتحدث، أنا عجبني خبر من الأخبار اليوم، يعني يمكن الكثير وصل عن الشخص العماني أو الشخص الكويتي اللي بعد مرور 44 عام حصل زميله وصديقه العماني اللي كان يدوره طبعا من فترة طويلة جدا. فهذا الموضوع اللي شدني أنا بصراحة وأكيد شد الكثيرين، يعني قام ينتشر في نقول الأجهزة لحظة لقاء صديقين خليجيين بعد بحث دام 44 عام. هل إحنا الحين نقول نحصل كذا؟ هل أنت يوم الأيام حاولت تفكر بينك وبين نفسك وتبحث عن صديق صار لك فترة طويلة ما شفته، اختفيت عنه، حاولت تبحث عنه، رحت إلى البلدة اللي كان عايش فيها أو ما أدري، حاب أن تتواصلوا معنا بهذا الموضوع وندردش كذا دردشة حلوة نقول على الرسائل 904-56 اللي حاب يتواصل معنا، أو على تويتر تغريداتكم على نقول شباب راديو أمة. خلونا نقرأ الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا الأكارم، تحياتنا وشكرا لك بهية العامري، صباحكم أنا يا أسعد أرض عمان، يا رب أرجع لنا السلطان بصحة وعافية جودي علي، تحياتنا لك وشكرا على تواصلك. صباح الابتسامة والتفاؤل، أمطار خير وبركة على أرضنا الطيبة، أمطار خير وبركة، تحية لك يا عابدين وللمخرج من سليمان العاصمي من أدم، شكرا لك يا سليمان على تواصلك الجميل من الصباح. تحية لأصدقاء عبر هذا البرنامج المميز بهي العامري وزينب المبسلي وبدر البوسعيدي وأبو قيصر وليد المعمري من سليمان العاصمي، تحية نبعثها بباقة ورد معطرة بالعود لطاقم البرنامج سيف الهلالي وأيمن الحبسي والمميز عابدين، من محبكم سليمان العاصمي، أنتم المميزون دائما بتواصلكم الجميل معنا. مساحة للتأمل، إذا أردت أن تصمد للحياة فلا تأخذها على أنها مأساة. بالفعل يا سليمان الشهيمي، شكرا لك يا سليمان خلفان الشهيمي، تحياتنا لك وصباحك سعيد وورود، وإن شاء الله التفاؤل يكون أجمل ما تراه في حياتك وحياة الجميع وكل المستمعين. عاشق قابوس، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة فهم المنذري، شكرا على تواصلك. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك أن تحفظ سلطاننا وأن تكلأه بعين، الصورة ما واضحة عندي أو الكلام، بعين رعايتك التي لا تنام. جمعة مباركة وجمعة سعيدة عليك يا فهمي، شكرا لإعادة التغريدة للي متواصلين معانا واللي يسمعونا، نقول دروب السلامة لكم، نتمنى تواصلكم على نقول هاشتاغ أو تويتر نقول شباب راديو أمان، اللي حاب يتواصل معانا وعن طريق الرسائل النصية القصيرة 90456. أجمل تحية نقول لموسى مراش الهنا، يقول تحياتي لك يا عابدين وصباح سعيد، ولي أيمن ولكل المستمعين. درويش المبسل يقول صباح سعيد لكم جميعا
وإحنا متواصلين معاكم دائما. صباحكم جميل، نقول بتواصلكم معنا إذن مستمعين الأكارم، وربي يحفظكم من وين ما تتابعونا. الساعة الحين دخلنا الساعة الثامنة، ها راحت أول نص ساعة من البرنامج، نأخذ اتصالات ونقول صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدين كيف الحال؟ صباح الورد العم جمعة الصوافي، حياك الله، سعيدين بسمع صوتك. جود الله في معرفة الأصوات، الله يعطيك العافية. حياك الله، صوتك مميز يا عم جمعة. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك. حبينا نصبح عليكم وعلى كل من يعيش على تراب هذا الوطن العزيز. وصباحك سعيد ونشاط كذا جميل منك العم جمعة. بارك الله فيك، بارك الله فيك ورد العزيز. وهذا ما تعودنا على، نقول ما شاء الله اللي أكبر منه، يعني ما نقول شيء يا ابني، يعني ربي يعطيك طولة العمر إن شاء الله. بارك الله فيك. فعلا يعني بعد صلاة الفجر تعرف أنت عاد الواحد، نحن على سيستم الكبار يعني يكون نشيطين بين هنا وهناك. وأنا حقيقة قدمت منذ الصباح الباكر من صحم إلى ولاية المصنع للسلام على شقيقاتي هنا، ما شاء الله، وثم في بعد إن شاء الله نعود الأدراج إلى الغرب إن شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله. كيف صباحك نقول يا العم جمعة؟ والله الحمد لله في هذا الصباح أقول يا الله يا باسط الأرض والسماوات، يا خالق الدنيا وحاصي عددها، يا من مقامك فوق كل المقامات، يا من خلق آدم وحواء من عدمها، احفظ لنا مولاي قابوس بالذات، واحفظ لنا كل الغبيرة وأهلها. مع تمنياتي للجميع إن شاء الله بيوم طيبا وجمعة مباركة طيبة، وسلام مرسل لجميع من يعرفني ويسأل عني، ولجميع من يصلوا صدى إذاعة الشباب أينما وجد إن شاء الله. ولك مني ألف تحية وسلام والدي العزيز. أشكرك عزيز. أشكرك العم جمعة. العم جمعة مع بس السلام أستاذي، مع السلام. على وين، على وين بعدنا ما سولفنا؟ أه؟ ما سولفنا بعدنا؟ لا موجود موجود. إذا حبيت تشاركنا موضوعنا اللي جالسين نتكلم فيه، إنه يعني يمكن انتشرت يعني سالفة إنه خليجيين اثنين التقوا بعد 44 عام، والصداقة اللي هو كان يدور هذا الزميل من 44 عام هو ما شافه، يعني من طفولة كانوا مع بعض، ولكن شاءت الأقدار أنه يفترقوا، كل واحد راح بلده أو افترقوا أنه لعمل لأي شيء. لكن أنه هل هو بحث، حاول أنه يبادر أنه يبحث هذا الشخص، يدور وين موجود؟ كيف تشوف هذا الموقف؟ يعني هل هو موجود، لا زال موجود، هل الواحد يبادر بهذا الشيء؟ والله يا عابدين بقول لك أنا ليس من باب المجاملة، لا والله، يشهد الله سبحانه وتعالى على ما في قلبي. نعم. وأنا حي أنا هذا الشخص أو هذا الأشخاص أعتبر هذه بادرة طيبة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يسعى كل من له يعني صداقة منذ نعومة الأظفار، خاصة في مثلا بلدين متباعدين. وأنا بنفسي حقيقة وللأمانة واجهت هذا نفس الموضوع، وبحثت عن صديق لي زميل دراسة في سبعينات القرن الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما كنا في مع بعض في القسم الداخلي هناك في أحد المدارس، وبحثت عنه بعد مرور حوالي 20-25 سنة، وحمدت الله سبحانه وتعالى كثيرا أني وجدته، ونحن لين اليوم اللي نعيشه الحمد لله متواصلين ومتحبين في الله سبحانه وتعالى. وهذه أعتبرها فعلا تعتبر ككنز للمعرفة وللصداقة، امتثالا للقول يقول يا ليت لي في كل طريق صديق. صحيح. فأنا ولكن بالنسبة في عجالة، ألو. نعم نعم معك معك. ولكن في عجالة أقول إن في هذا الزمان حين الناس أصبحت تسعى إلى المصالح بس، لكن على أيام زمان لا والله، أنا أعتبرها عملة، يعني عملة نادرة، عملة نادرة نادرة بالفعل. يعني بالفعل بالفعل يعني. شكرا. ولكن لك. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كل من يحذو حذو الشخصين هذه اللي الله سبحانه وتعالى جعل معهم على خير، وهذه حقيقة تعطي أمور إيجابية وذكرى كبيرة واسعة بالفعل. واتمنى لك الصحة والعافية. شكرا لك العم جمعة على كلامك الجميل اللي دايما تسعدنا فيه كل صباح وفي برامج إذاعة الشباب. شكرا لك.
درب السلامة إن شاء الله. متواصلين معاكم بالفعل يعني يا ريت لي بكل طريق صديق، وهذه عملة نادرة دائما نقولها، لحظة لقاء صديقين خليجيين بعد بحث دام 44 عام. خلوني أقرأ هذا الخبر لكم مستمعينا. افترق الكويتي خليفة المسلم عن صديقه العماني مسلم بن شنون قبل 44 عام، ولم تفلح المحاولات الرسمية في الجمع بينهما طيلة هذه المدة إلا بعد صدفة غريبة. طبعا الصدفة كيف كانت؟ حاول الكويتي خليفة عبثا البحث عن صديقه ابن شنون في ملفات وزارة الداخلية العمانية، فجاء الرد أن عماني يعني 500 شخص بهذا الاسم، ومن الصعب العثور على هذا الشخص بالذات، فطلب منا يعني سائق التاكسي الانتظار حتى يسأل صديقا له يحمل والده نفس الاسم. يعني صدفة، شو يعني، هو كان راكب سيارة أجرة فجلس يتسولف معاه يعني، فيقول إنه في واحد من الأصدقاء أبوه نفس الاسم فخلنا نشوفه. فطلع الشخص هو نفسه سبحان الله، ابن شنون اللي كان يعمل عند جده قبل أكثر من 44 عام في الكويت، وبعث له رقم هاتفه وعنوانه. وتابع خليفة تابع خليفة الكلام إنه انتقلنا في اليوم التالي من مسقط إلى محافظة صور، وصلنا إلى وقابلنا أم سلم بن شنون في موقف مؤثر، انهالت في الدموع وبدأ يسألني عن أبي وأمي وجدتي وجدتي جدي جدتي وجميع عماتي وبعض الأصدقاء، ثم دعاني إلى منزله والتقيت أبناءه وأحفاده حيث وصل به العمر الآن إلى 60. كان ابن شنون يعمل لدى جد خليفة في الكويت قبل 44 عام قبل أن يترك الكويت ويتجه للعيش والاستقرار في بلاده، بحسب الفيديو اللي أعدته أحد الصحف السعودية عن القصة، قصة لقائهم. طبعا الفيديو مؤثر بالفعل، وكيف تشوف لقاء الأحبة يعني بالفعل، خليج واحد ونبض واحد احنا دائما نقول، وهذا الشيء الجميل اللي دائما يجمع، نقول إن كان خليج إن كان أخوان، كانوا في الصغر في نفس الحارة في نفس الولاية، كانوا مع بعض، العمل فرقهم، الحياة فرقتهم، كل واحد راح بصوب. ممكن إنك تبحث بهذا الصديق، تبحث عنه وين ما كان، تسأل عنه وين ما كان، ترجع للأيام الماضية، الأيام الجميلة هذه اللي دائما يعني هي أيام لا تنتسى أبدا. نقول يا ريت لي بكل طريق صديق. شكرا لك العم جمعة على كلامك الجميل. متواصلين معاكم بعد الفاصل، نرجع نتواصل معاكم. يقول لي اتصال موجود، مو مشكلة ناخذ الاتصال من بعدين نطلع بفاصل باص فاصل. نقول السلام عليكم وصباح الخير. وعليكم السلام، كيف حالك؟ حياك الله أخي العزيز، يعطيك العافية. الله يحييك يسعدك. من معاي؟ معك حمود الفوري. حياك يا حمود، من وين تكلمنا يا حمود الفوري؟ الله يبارك فيك، ربي يعطيك الصحة والعافية. والله حبيبي بس سلم عليك لأنني مشتاقينك من زمان عن صوتك. عزيز وغالي يا حمود، وأنا سعيد بسمع صوتك أنت أكيد. شكرا لتواصلك معانا. قول لي يا حمود. اشتقنا لك وايد يعني، صدق أنا من فترة طويلة ما سمع صوتك إلا محبة محبة. يعني الظهر. نعم. نعم نعم، أمس كنا مع بعض بالفعل. قول لي يا حمود، قول لي يا حمود، هل كذا يعني جاك الهام أنك تبحث عن صديق فارقته مدة طويلة؟ هل بحث عن صديق كذا؟ نعم نعم نعم، بالفعل بالفعل بالفعل. إيش بالفعل؟ يعني بقص يعني قلت يعني فقط يعني شخص طويلة من حوالي 25 سنة لهذا اليوم ما لقيته. اسم الشخص من يمكن يسمعنا الحين؟ هو اسمه أنور. أنور من؟ أنور عوض. أنور عوض والله، من صلالة ما شاء الله، من الجنوب. إذا كان أحد يسمعنا نقول يعني يتوصل إلى أنور عوض ويتواصل مع حمود الفوري إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا حمود، ربي يعطيك الصحة والعافية الغالي. بس أقولك أخوي لو سمحني بصمة، أريد حاتم العراقي. حاتم العراقي، أشوف وين يا مهاجر. أشوفك وين يا مهاجر إن شاء الله. أهدأك حالك بس. عزيز وغالي يا حمود، تسلم تسلم على تواصلك. سعيد بتواصلك معانا، شكرا لك.
نطلع بفاصل، من بعدها نرجع نتواصل معاكم في صباح سعيد. الصديق وقت الضيق قالها راع الضيق، يوم صرت بضيق جيت أدور للصديق. الصديق وقت الضيق قالها راع الضيق، يوم صرت بضيق جيت أدور للصديق، ويوم صرت بضيق جيت أدور للصديق. انت الصديق اللي على ضيقي يضيق، وانت الرفيق اللي يطاول الطريق. انت الصديق اللي على ضيقي يضيق، وانت الرفيق اللي يطاول الطريق. تحمل هموم غير همك، تسقي الناس من صرت بضيق جيت أدور للصديق، ويوم صرت بضيق بضيق جيت أدور للصديق. الصديق وقت الضيق قالها راع الضيق، يوم صرت بضيق جيت أدور للصديق. الصديق وقت الضيق قالها راع صرت بضيق جيت أدور للصديق، ويوم صرت بضيق جيت أدور للصديق. رجعنا لكم من جديد وصباح سعيد معاكم مستمعينا، بتواصلكم الجميل معنا عبر أرقامنا 90456 للرسائل النصية القصيرة، والاتصالات على 24698151. وصلتنا بعض التغريدات على تويتر شباب راديو أمان، شباب راديو أمان تحية لكم مستمعين الأكارم. يقول الكويتي هو من بادر بالبحث عن مسلم الذي كان يعمل معهم قمة الوفاء للعشرة وتثمين للصداقة. شكرا لك أخي العزيز، بالفعل هو من بادر، وهذا ما ذكرته في الخبر اللي كان موجود. معلومات وغرائب، من لا يرى في يومه ما يستحق الابتسامة فليغلق عينيه 10 دقائق، وليعلم أن رؤية النور وحدها تستحق الابتسامة. بالفعل الواحد لما يكون نايم يقوم كذا الصباح، يشوف ذاك الشروق، يشوف ذاك النور كيف ما يبتسم. أجمل ما في أيمن على فكرة، أول ما دخلت الاستوديو لقيت الابتسامة في وجهها، لكن لقيت الاستغراب هم بعد، عابدين واصل الساعة 6 اشتبي. يعطيك العافية يا أيمن. بس بالفعل الشخص المبتسم دائما أنت ترتاح له لا إراديا، فأيمن من الأشخاص اللي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، والله لا يفارق هالابتسامة منك. في زميل آخر أبو تركي فيصل البلوشي، أجمل تحية لك يا أبو تركي، الابتسامة ما تفارق شفتها. يقول صباحكم ورد وما شاء الله عليكم، ربي يعطيكم الصحة والعافية. والله يعطيك الصحة والعافية يا أبو تركي، متبادل الشعور.
متواصلين معاكم نقرأ بعض الرسائل اللي ما قدرنا نقراها وما قريناها بداية البرنامج. صباح الخير للجميع وللمستمعين، نهاركم سعيد. أبو أسامة الكندي شكرا لك على تواصلك الجميل معانا. للجميع يقول أبو خالد الشكيلي، سالم بن مرزوق، رسلت عدة رسائل وللأسف ما حد اهتم برسائل، أنا أتأسف. أول شيء منك الغالي أبو خالد، أنت رسلت الرسالة الساعة 8 وتقريبا 17 دقيقة الحين مرت على الرسالة، وهذا أنا أقرأ الرسالة الحين. يقول المرسل علاء بن فيصل بن ما أدري، الرسالة مختبصة فوق تحت، السموحة منك أبو خالد الشكيلي، ما الرسالة متداخلة على بعض. صباح الوردة يا عمان الحبيبة، ويحفظ صاحب الجلالة السلطان قابوس ويرجع بالسلامة إن شاء الله عبد الله الخوالدي من الخابورة، حياك الله يا الخوالدي، ربي يسعدكم دوم، وأكيد قائد البلاد، الشوق أكيد يفز لقدومه. جمعة مباركة يا رب، احفظ صاحب الجلالة بصحة وعافية يا رب. أنا من أسرة ضمان الاجتماعي خميس أبو عايشة، حياك الله يا خميس، ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، الله يحفظك من كل شر يا رب. صباح الورد وجمعة طيبة مباركة عليكم مذيعنا عابدين وعلى جميع الأخوة والمستمعين. ياسمين الوردية شكرا على تواصلك معنا. بالفعل يقول بس قليل تبحث عن صديق بهذه المدة إلا إذا كان غالي جدا. صحيح كلامك أخي العزيز. أبو فيصل جمعة بن سالم الندابي من سمايل يقول تحياتي لك عابدين وللمخرج أيمن، احترقت القلوب شوقا إليها، أسأل الله أن يكرمكم بالخلود فيها أنتم ووالديكم وكل عزيز عليكم. جمعة عامرة بذكر الله، آمين يا رب العالمين. برنامج راقي وجميل، نشكركم طاقم البرنامج والله يرجع مولانا بالسلامة، آمين يا رب العالمين. هذه رسائل على 90456 وصلتنا تغريدات نقراها. شباب راديو أمان صباح الخير، أحمد سلطان شكرا لك، صباحك نور وسعادة. هلال يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، هلال البلوشي صباحك جميل بتواصلك معانا أكيد. أبو عبد الرحمن الهديفي صباحكم جو جميل، متجه إلى رالي العامرات، نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى أكيد تستمتعوا بهذا الرالي الجميل. أجمل حديث هو الذي لم نشعر أنه طويل إلا بعد النظر إلى الوقت. صالح صالحة شكرا لك يا صالحة. طبعا هذه تغريدات وصلتنا على تويتر شباب راديو أمان، شباب راديو أمان اللي حاب يتواصل معنا بتغريداته الجميلة. أما الرسائل على 90456 من أخوكم حمود الستمي، صباح الخير للجميع وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية كل من في الصحراء عمان وبالذات أهل سيوان. واجب علينا نحبك يا سلطان عمان، الله يحفظك وين ما كنت وربي يعودك للبلاد سالم وغانم، ربي يطول بعمره إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية. واجب علينا نحب فيك الأب والوالد، يا رمز السلام العادل المشهود والخالد. واجب علينا نحب الأب والوالد، يا رمز السلام العادل المشهود والخالد. نحبك ورب الكار يا سيدي، نحبك نحبك رضا قابوس وصفا من الذهب قلبك. نحبك ورب الكار يا
الحب أصفى من صفى نفسه أكبر من التعبير في أعماقنا نحسه. هذا نداء الشعب وحنا بالنداء شعبك يا خير من اختار والتاريخ من قائد. واجب علينا نحن فيك الأب والوالد يا رمز السلام العادل المشكوك والخالد. واجب علينا نحن فيك الأب والوالد يا رمز السلام العادل المشكوك والخالد. العرب والدين يا من ملت أمجادهم مرمى البصر والعين. نسل الكرام اللي بهم عز العرب والدين يا من ملت أمجادهم مرمى البصر والعين. يا من خلق فينا معاني احترام الذات وعلمنا أن نبني نعم نحيي ما قد فات. يا من خلق فينا معاني احترام الذات وعلمنا أن نبني نعمر نحيي ما قد فات. أنقذتنا من حالك الظلمة لعام 2000 يا خير من اختار والتاريخ من نحبك ورب الكون يا سيدي نحبك. نحبك رضا طابوس واصفن الذهب قلبك. نحبك ورب الكون يا سيدي نحبك. نحبك رضا طابوس واصفن الذهب قلبك. نحبك وهذا الحب أصفى الصفى نفسه أكبر من التعبير في أعماقنا نحسه. والله نحبك وهذا الحب أصفى الصفا نفسه أكبر من التعبير في أعماقنا نحسه. هذا نداء الشعب وحنا بالنداء شعبك يا خير من اختار والتاريخ من صباح سعيد من جديد ولكم أجمل تحية من طاقم البرنامج في الإخراج أيمن محمد الحبسي وفي التنسيق والمتابعة سيف الهلالي ومعاكم في التقديم عابدين البلوشي. نروح لفقرة الصحة والطب. الحليب سم قاتل وثلاث أكواب يوميا تفتك بشهر بها. يعني أنا أول ما قريت الخبر شوي غريب، يعني إحنا نشرب الحليب في اليوم يمكن ما أدري أكثر عن 3 أكواب، ولكن يقول لك أثبتت نتائج أبحاث طبية صادمة ومفاجئة استمرت سنوات في إحدى أهم الجامعات بالعالم واحتلت عناوينها المساحات البارزة في وسائل الإعلام العالمية أمس واليوم أن حليب عكس ما كنا نظن
تماما، فهو سم قاتل وارهابي يحمل الموت باكرا لمن يبالغ بالعيار ويتناول منه 3 أكواب يوميا كمعدل، أي لتر وربع اللتر كل 48 ساعة تقريبا. يعني الواحد مفروض يشرب أقل من 3 أكواب، يعني أنك ما تتعدى كوبين. هو كوب واحد الصباح يكفي أنا أقول، ولا شو تقول يا أيمن؟ يقول هي ولا داري انت عني. التجارب والأبحاث جرت مكثفة في قسم علوم الجراحة بالجامعة، تم تأسيسها في 1477 بالسويد، هي أوبسالا المعتبرة الأقدم في الدول الإسكندنافية، وحصل 8 متخرجين منها على جوائز نوبل في كافة الحقول العلمية وفوق ما كتبوا عنها. ومن أساتذتها الكبار شارك في الأبحاث والتجارب التي شملت أكثر من 106,000 شخص، حوالي 20 سنة للنساء و11 للرجال. أكدت النتائج القاتلة وأن القاتل في السائل الأبيض هو الكالكتوز المعروف كنوع من السكر، يؤدي تناوله إلى ما يسميه العلماء الإجهادي التأكسدي، والمسبب بالالتهاب يختل معه نظام التوازن بالقدرة على إزالة السموم. طبقا للعربية نت في ملخص معقد منشور في أحد الصحف البريطانية وشرحه طبعا البروفيسور السويدي كارل ميكالسون، وهو ممن شاركوا بالتجربة. فنتمنى أن والله الواحد مثل ما قلنا أنه ما يكثر أكثر من كوبين أو كوب واحد في اليوم حتى يكفي. نروح إلى خبر آخر، موجات فوق صوتية تدمر الأورام الخبيثة. استخدم باحثون في جامعة تورنتو بكندا للمرة الأولى الموجات فوق الصوتية المركزة وذات الكثافة العالية لتدمير ورم في العظام، وتستخدم الموجات في بعض الأحيان لتسخين وتدمير سرطان البروستاتا، لكنها استخدمت هذه المرة لتدمير ورم عظمي مؤلم جدا يحدث في عظام الساق بصورة عامة. كما تستخدم هذه الوسيلة لإزالة الأورام الخبيثة من الجسم، غير أنها تكون مؤلمة جدا في هذه الحالة، ونظر لأن الموجات فوق الصوتية غير ضارة بالجسم، ويمكن تركيزها على منطقة لا يزيد حجمها عن حبة الأرز، وأن الجلد والعظام والمحيط بالورم لا يتعرض لأي أذى، ويساعد على سرعة الشفاء. ويتم إجراء تجارب لعلاج السرطان البروستاتا بالموجات المركزة وذات الكثافة العالية. الجميل أن الطب الخارجي يحاول، وهذه التجارب هي التي يعني تنفع المجتمعات. تلقى يعني كثير من الناس على فكرة، ليش ما نقول دولة معينة، دول الخليج بشكل عام أو دول العربية، يعني تلقاهم يطلعوا إلى دول أوروبية يتعالجوا. ليش؟ لأن الطب هناك متقدم. صح أن في دولنا الخليجية في أدوات، في نقول الطب موجود وبشكل كبير، ما أقول لا، بالعكس إحنا يعني سلطنة عمان حتى عندنا يعني الأجهزة الطبية عالية جدا، ولكن يمكن يعني من خلال هذه التجارب اللي أنت تقرأها في الصحف اليومية، فهو اللي يمكن يشجع ان الواحد يروح يعالج خارج، مع ان العلاج ترى كل مكان هو نفس العلاج. في خبر غريب من نوعه لكن راح اقرأ بعدين من الاخبار، يعني تشوهات دماغية لدى المصابين بمرض التعب المزمن. حتى التعب المزمن له تشوهات دماغية. أظهرت دراسة نشرت نتائجها مجلة راديولوج الطبية الأمريكية أن أشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن
لديهم تشوهات في الدماغ، وتتسم هذه المتلازمة خصوصا بالتعب المستمر وغير المبرر الذي يمتد لأشهر وحتى لسنوات على رغم فترات الاستراحة. هذا المرض مصنف ضمن قائمة الأمراض العصبية، يظهر غالبها بشكل مفاجئ ويؤدي إلى تدهور سريع وكبير في الوضع الصحي. يعاني أكثر من 1,000,000 شخص من البالغين والأطفال هذا المرض في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية. هذه الدراسة جديدة، استخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي من 15 مريض من الجنسين، جميعهم يعانون هذا المرض، مع مجموعة تضم 14 شخص من جنسين وفي سن نفسه وبالصحة جيدة. استخدم الباحثون 3 تقنيات مختلفة للتصوير بالرنين المغناطيسي للقيام بتحليل حجمي يسمح بقياس حجم الأجزاء المختلفة من الدماغ، وكشف مقارنة النتائج أن الأشخاص اللي يعانون متلازمة التعب المزمن أظهروا حجم أصغر بقليل للمادة البيضاء في الدماغ، كما كان لديهم انتقال غير طبيعي لجزيئات المياه في جزء من المادة البيضاء في نصف الدماغ الأيمن. فنقول دائما الواحد لما يحس بتعب لازم يريح جسمه وعقله. ليش يقولون القيلولة هي التي تساعد خاصة في يعني الصحة، وتساعد الشخص انه يكون بعد ما يقوم القيلولة حس نفسه نشيط؟ ليش؟ لان يعني الارهاق راح، الجسم ارتاح شوية، فهني يستعيد مرة ثانية يعني نقول الأعمال أو الذهن يتنشط مرة ثانية. فنقول دائما القيلولة ترى مفيدة. أنا من النوع اللي ما أحب القيلولة صح، لكن أحيانا لما أكون مش يعني تعبان جدا خلاص لازم أخذ هالقيلولة. ليش؟ أريح جسمي، خاصة إحنا دواماتنا كلها شفتات. وليش تقول يا أيمن؟ يقول صحيح صحيح، عاد نايم من وقت أيمن علشان يقوم من وقتي الدوام. مستمعين متواصلين معاكم بفقراتنا المختلفة في صباح سعيد، وراجعي لكم من جديد. أجروا عافية يا قلب، عرفنا علتك والطب، إذا تبغى تصير أحسن من الليلة تبطل حب. أجروا عافية يا قلب، عرفنا علتك والطب، إذا تبغى تصير أحسن ترى من سبته بتمو. إذا يا قلبي فات الفوت، دمع العين أبد ينفع ولا يفيدك يا قلب الصوت. أجروا عافية يا قلب، عرفنا علتك وطب، إذا تبغى تصير أحسن من الليلة تبطل حب. We'll be right back.
صباح الخير، صباح السعادة، دروب السلامة لكم جميعا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتواصل معاكم عبر الرسائل النصية القصيرة 90456، وعلى نقول تغريداتكم على تويتر على شباب راديو أمان. أجمل تحية لكل المستمعين، وموضوعنا نتكلم فيه نقول عن الصداقة. هل في صديق عزيز عليك بادرت أنك تبحث عنه بعد اختفاء مدة سنوات معينة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر؟ يعني في شباب كانوا بالمدرسة مع بعض أيام الابتدائية، أيام الإعدادية، أيام الثانوية، تذكر على أيامنا كان، الحين غير، الحين صف العاشر والحادي عشر غير، ها؟ تحس نفسك انك كبير والسن يقول لي صحيبا. فيعني هل بادرت انك تبحث عن احد الزملاء، يعني نقول اخواننا الكبار، ابائنا، يمكن يعني هل بحثت انت عن شخص عزيز عليك كنت معاه في نفس المكان؟ احنا هذا الموضوع استلهمناه من نقول الموضوع اللي صار لحظة لقاء صديقين خليجيين بعد بحث دام 44 عام، اللي تحدثنا فيه الكويتي خليفة المسلم اللي جلس يبحث عن زميله العماني مسلم بن شنون. طبعا يعني هم كانوا قبل 44 عام مع بعض، فافترقوا 44 عام والحين رجعوا والتقوا مع بعض مرة ثانية، ومبادرة كانت جميلة من الأخ الكويتي خليفة المسلم. فهذا الموضوع اللي نبحث عنه أنا إحنا، يعني بالفعل يا ريت لي بكل طريق صديق. هل الحين لازلنا بنفس المنوال، بنفس الطريق نمشي مع بعض، أو لا خلاص كل واحد صار بحياته الخاصة، يمكن ابتعد بعد كبير عن أصدقائه وأخوانه اللي كان يعرفهم من زمان؟ نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا على 90456. وين وصلنا بالرسائل؟ ما شاء الله رسائل كثيرة وصلتنا. صباح الصداقة، جاذبية الأسلوب تخلي مرة الحكي ينساب. أبو غزل من صحن، تحياتنا لك. شكرا لمن صباح الخير عابدين، ولجميع المتابعين إذاعة الشباب، معك سالمة. شكرا لك يا سالمة. راشد الخوالدي، الله يحفظ صاحب الجلالة سلطان قابوسي، رجع بالسلامة ويحفظ عمان، آمين يا رب. سلام عليكم، يسعد صباحكم باليمن، ويسعد صباحكم يا عابدين، ويسعد صباح جميع أسرة البرنامج، وإلى كل من يعرف أحمد سليمان من إزكي. تحية صباحية معطرة بلبان لأسرة البرنامج من أحمد سليمان من إزكي، حياك الله الغالي. صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية صباحية، صباح فيه ربي أن يحفظ قابوس من كل شر، وأسأله الخير له في كل درب، آمين يا رب العالمين. سيف الهلالي، شكرا لك، صباحك سعيد. أجمل تحية لسعيد الرواحي، درب السلامة لك يا الغالي، وصباحك جميل بتواصلك الجميل معانا دائما. وأول أرفع أجمل آيات التهاني لمولانا صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الله يدومه بالصحة والعافية، واتمنى له العمر المديد، آمين يا رب العالمين. من الصباح ترى بزعل عليك وما بنهار، بنهاريك بر، لا تزعل، أهل الوافي. إيناس الراسبية، حياك الله يا إيناس، بس ما وصلتني رسالتك يا إيناس، هذا الرسالة الوحيدة اللي أقراها الحين. كل شيء، ولا زعلكم ترى علينا، أنا يمكن ما أدري، يمكن الرسائل وصلت قبل الساعة 7 وأنا حاط من الساعة 7. على العموم تحياتنا لك يا إيناس، وربي يحفظك إن شاء الله. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل البلديات في كافة محافظات السلطنة لمنافسات شهر البلديات، ومن الجهود التي تبذل هناك ظواهر غريبة من بعض المواطنين، ألا وهي رمي فضلات الطعام والقمامة، وهذا طبعا شيء مخالف. احنا في الشوارع والطرقات لماذا كل هذه التصرفات؟ بالعكس، فايز العلوي ولاية صور العيجة، تحياتنا لك، يقول
تعاون من أجل نظافة عمان. بالفعل هذا هذا الكلام اللي دائما نقوله ونقول اجعل المكان أنظف مما كانه أحسن مما كان. اللهم زدهم مكانا حين يركعون، وزدهم محبة حين يرفعون، وزدهم إخلاصا حين يسجدون، وزدهم توفيقا فيما يصنعون، ولا تحرمهم رحمتك أينما يذهبون. صباحكم سعيد وجمعة مباركة لكم جميعا. فايز العلوي ولاية صور العيجة، شكرا لك يا فايز على الكلمات الجميلة والدعاء الجميل، وصباحك أجمل بتواصلك الجميل معنا. الأعزاء دوما يبقون بين أحضان الذاكرة للوحات جميلة لا يأتي عليها غبار ولا نسيان ولا نستطيع إنزالها. حفظكم الله وأسعدكم وسائر أيامكم. أحمد سليمان من أزكي، تحياتنا لك يا الغالي. صباح الخير عابدين، جميع المتابعين برنامج متميز سالمة، شكرا لك. صباح الخير بالخير لنسمات الصباح، من هنا تبدأ حكاية يوم جديد وروح يسكنها الأمل. أتمنى من الجميع السلامة في الطريق وهو يقضي إجازته الأسبوعية، وأتمنى أن يرجع لنا صاحب الجلالة بصحة وعافية. والشكر لطاقم البرنامج الجميل مصبح ناصر الكلباني، شكر موصول لك يا الغالي على تواصلك ورسالتك الجميلة والرائعة وكل الرسائل الحلوة أكيد اللي توصلنا على أثير إذاعة الشباب في صباح سعيد على 90456. من بناجي مصبح الرشيد يقول صباحكم وارد وياسمين، وأشكركم على البرنامج، اللهم رجع لنا مولانا بصحة وسلامة آمين يا رب يا بناجي، وصباحك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنيكم بالجمعة المباركة، نسأل الله أجر العمل فيها وندعوه سبحانه أن يعيد سلطان البلاد. تحياتي لك يا عابدين ولأيمن وسيف الهلالي والمستمعين، سعيد بن عزيز الهشامي. هلت مزون الخير واستبشر يا عمان برجعتك يا يا سيدي قابوس، ندعي لك والدمع بالعيان يوم الفرح رجعتك ويتجدد النور بعمان. إناس الراسبية غزال وما يصيدونها بعد كاتبها، تحياتنا لك يا إناس. لا صارت الدنيا محطات ودروب، الله يسهل لنا دروب السعادة ما دام حد العمر والرزق مكتوب، يلا ترزقنا بحسن العبادة. صباح الخير سليمان حمد الإيش الرسالة ناقصة آخر شيء، شكرا لك يا سليمان. الصالحين الأبرار زان الله أيامكم بالطاعات، أبو سيف أحمد سليمان من إزكي، شكرا لك يا الغالي. زكريا الحبيشي زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه والسعة في الرزق، صباحك ورد يا زكريا. وأجمل تحية لك عبد المحسن يقول ما أروع الصباح عندما يحيطك من يحبك بالخير الدعاء، أحبكم الله وأنار قلوبكم بالقرآن ووهبكم الله جبالا من الغفران. صباحك جميل وأسعد الصباح عندما ترى رسالة جميلة من أحد أصدقائك في الصباح يتذكرك دائما بكلمات حلوة وجميلة تسعد فيها. يقول من نسائم الصباح الندية إليكم هذه الهدية، ملأ الله قلوبكم بالأنوار ويحفظكم من الأخطار وأسعدكم ما دام الليل والنهار وجعل حياتكم حياة حياة إيش الرسالة ناقصة معي. شكرا لكم على تواصلكم الجميل معانا. نقرأ بعض التغريدات اللي وصلتنا على شباب راديو أمان. صباح الخير، جمعة مباركة، أنا ما اشتقت لشيء غير لسماع رجوع مولاي السلطان قابوس وهو يزدهر بالصحة والعافية، اللهم آمين يا رب. أجمل حديث والذي لم نشعر أنه طويل إلا بعد النظر إلى الوقت. بالفعل تحياتنا لك يا سالم لحسني، شكرا على تواصلك. سليمان الشيم يقول شهدت منطقة دغمر بولاية قريات أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة فجر أمس الخميس مع رياح نشطة.
ولا قصدك فجر اليوم يا سليمان؟ جمعة تحمل أمل جديد، سامح وابتسم، تكن دوما سعيد، طاب صباحكم بذكر الله، تقبل الله طاعتكم في هذا اليوم المبارك. اللهم اشفي سلطاننا وابعده عن كل شر، سارة الصالحي، آمين يا رب. صباحكم ذكر من الرحمن، صباحكم إشراقة يوم مبارك. اللهم بعدد من ذكرك اشفي قائدنا المفدى والبسه ثوب الصحة، أم المهدي زينب المبسلية، تحياتنا لك. تواصلنا مستمر بعد الفاصل في صباح سعيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. قائد عمان وراجعيكم. زانت الدولة وزان المجد من حولة، وفعلا قد سبق قولة سليل العزة والشاني. أدام الله المولانا في عهد زانت الدولة وزان المجد من حولة، وفعلا قد سبق قولة سليل العزة والشاني. أدام الله المولانا قابوس على نهجها وأفكار بنى الدولة، بنى دارة وصار العزة مقدارة، شموخ وعزمة وتفاني. أدام الله المولانا قابوس طاهر وباني، على نهجه وأفكار بنى الدولة، بنى دارة وصار العزة مقدارة، شموخ وعزمة وتفاني. حبنا حب أهل دينا وارضاه شعبه، وطرنا في سما حبه بسيف وخنجر عماني. أدام الله المولانا قابوس طاهر وباني، زرع في حبنا حب أهل دينا وارضاه شعبه، وطرنا في سما حبه بسيف وخنجر عماني. تباهى الجود بفعاله وغنى العز مواله، ودونا من أقواله حكم وامثال ومعاني. أدام الله المولانا قابوس طاهر وباني، تباهى الجود بفعاله وغنى العز مواله، ودونا من أقواله حكم وامثال ومعاني. مولانا قابوس
بلادي في حما قابوس تسمو في عهدها الملموس هيبة ونخوة وناموس دمتم سيد أوطاني يا الله المولانا اسمو بعهدها الملموس هيبة والأخوة هنا مصدومتم سيد أوطاني يا الله المولانا قابوس من أخبارنا الرياضية مستمعينا الكرام من جريدة عمان. وسط حضور رسمي لأعضاء الاتحاد المنتخب الوطني يبدأ الأعداد الجدي لخليجي 22. احنا أكيد راح يكون لنا برنامج خاص ومباشر لخليجي 22 في إذاعة الشباب. سلطان الزجالي أمينا عاما ومديرا تنفيذيا لاتحاد كرة القدم بالوكالة. رابطة المنتخب السابقة تطالب بمستحقاتها المالية. اتحاد الكرة يوكل مهمة خليجي 22 لجماهير صحار. الأندية قسمت على 4 مجموعات، السيب والنصر يدشنان انطلاقة كأس الرابطة. متابعة سير عمل مشروع الأستاذ الرياضي الجديد بخصب. اليوم انطلاق المرحلة الأولى من رالي عمان الدولي 2014 ونجاح الجولة الاستعراضية والسباق مؤهل لبطولة راليات الشرق الأوسط. في واحدة من أقوى البطولات العسكرية على مستوى العالم الجيش يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كامبريان بالمملكة المتحدة. مدرعات سلطان عمان تظفر بلقب مسابقة التقاط الأوتاد بالرحبة. واليوم عمومية ألعاب القوى تنتخب أمين السر. لقاء مرتقب بين صحار ومجيس في الدوري الأولمبي. وختام البطولة الرياضية للضباط بسلاح الجو. والشباب يخسر فرصة مناصفة فنجا في الصدارة. والنصر يعمق جراح السويق برباعية. وظفار يلعب على أخطاء صحم. والسعدي يسجل أول هاتريك بالدوري. يعقوب إسماعيل خسرنا بأخطاء دفاعية. الأندية تلعب بجوازات السفر وفي أجواء حارقة. دوري المراحل السنية حكاية كل موسم. وفي الأخير ضمن مسابقة درع الوزارة للبولينج الاتفاق يخطف ذهبية الثلاثي وظفار يحصد الفضية والبرونزية. وصلنا إلى ختام العناوين الرياضية مستمعينا الكرام، متواصلين معاكم أغنية للمنتخب لنقول نتمنى لهم كل التوفيق أكيد في خليجي 22. موصوف 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 معروف 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 لعبك شطارة وفن موصوف 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 من اللي بينكر من معروف 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 لعبك شطارة وفن موصوف 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 من اللي بينكر من من اللي بينكر من ساحة الملعب يصعب مجاراتك يصعب مجاراتك لابد ما تتعب لابد ما تتعب لجل انتصاراتك لجل انتصاراتك في ساحة الملعب في ساحة الملعب يصعب مجاراتك يصعب مجاراتك
لابد ما تتعب لابد ما تتعب لك لانتصاراتك لك لانتصاراتك موصوف موصوف ومعروف معروف موصوف موصوف معروف معروف موصوف موصوف معروف معروف حقق هدف غالي حقق هدف غالي شلت العزم والباس شلت العزم والباس اهجم ابد لا تبالي اهجم ابد لا تبالي حرك شعور الناس حرك شعور الناس حقق هدف غالي. عناوين التاسعة صباحا من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها طالب كحيلان الشحري. المبعوث الأممي إلى سوريا يقترح إقامة ما سماه مناطق مجمدة في سوريا، ودمشق تبدي استعدادها للنظر فيه. دخول أول مجموعة من مقاتلي البشمركة العراقيين بلدة عين العرب السورية المحاصرة للمساعدة على التصدي لمسلحي داعش. إسرائيل تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس في القدس. 214 قتيلا حصيلة المعارك في بنغازي بليبيا خلال أسبوعين. توقيع اتفاق بين موسكو وكييف والاتحاد الأوروبي في بروكسل حول استئناف تسليم صادرات الغاز الروسي لأوكرانيا. وأخيرا حوالي 30 قتيلا وأكثر من 100 جريح جراء أعمال شغب في بوركينا فاسو احتجاجا على عزم الرئيس بليز كومباوري البقاء في السلطة. كانت هذه أبرز عناوين التاسعة من إذاعة سلطنة عمان، إلى اللقاء. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير سيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صباحك سعيد صباحك جديد صباحك جديد جدد نشاطك كل شيء مفيد جدد نشاطك كل شيء مفيد عمان الجميلة عمان الجميلة نسعى في أرضها سعد بسعدها يدوم لنا عزها صباحك بدينا مستمعينا في ساعتنا الأخيرة من برنامج صباح سعيد، ولكم أجمل تحية عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ومعكم في الإخراج أيمن محمد الحبسي، وفي المتابعة والتنسيق الزميل سيف الهلالي، وفي التقديم عابدين البلوشي.
وفقراتنا المختلفة لا زالت مستمرة. هالمرة نروح لأخبارنا المحلية، ومعانا على الخط مازن محمد السعدي وهو عضو اللجنة الوطنية للشباب. وكما تعرفون كان يوم الشباب، واللجنة الوطنية عملت احتفالية جميلة وحضر فيها كثير من الشباب لنقول دعم يوم الشباب، واللجنة الوطنية فاعلة وبنقول فعالياتها الجميلة في المجتمع دائما داعمة للشباب. نصبح عليك بالخير الأخ مازن محمد السعدي عضو اللجنة الوطنية للشباب. صباحكم سعيد الأخ عبدين، ونصبح على جميع المستمعين. ربي يعطيك الصحة والعافية. خلونا نتكلم كذا، أو خلنا نتكلم يا مازن عن نقول المسابقة اللي طرحتوها مؤخرا، هي مسابقة تمكين لدعم أفكار الشباب في خدمة المجتمع. خلنا نتعرف بالبداية عن هذه المسابقة وعن هدف المسابقة. نعم، حقيقة في البداية نتقدم بالتهنئة إلى جميع الشباب العماني بمناسبة يوم الشباب، والذي يصادف يوم 26 أكتوبر من كل عام، وذلك يكون يوم للشباب العماني. وفكرة المسابقة في البداية طبعا اللجنة من خلال الفترة الماضية السنتين التي مرت على اللجنة، ومن خلال استقرائنا للواقع الشبابي حقيقة وجدنا أن كثير من الشباب لديهم الكثير من المواهب والأفكار والقدرات والمهارات التي يود هؤلاء الشباب أن يقوموا باستغلالها استغلال الأمثل في خدمة المجتمع. نعم. وجاءت هذه الفكرة بالتالي، يعني نحن نتيح المجال لهؤلاء الشباب إذا كانت لديهم أي أفكار فاعلة ممكن أن تخدم المجتمع، سواء كان من خلال عمل بعض البرامج، سواء كانت توعوية أو برامج تدريبية أو برامج عملية أو أي أنشطة أو فعاليات ممكن أن تساهم في خدمة هذا المجتمع، فإنه بإمكانهم هؤلاء الشباب أن يقوموا بالتقديم وتعبئة الاستمارة اللي هي موجودة على موقعنا www.nyc.org. هذه كأول مرة الأخ مازن هذه المسابقة؟ نعم، أول مرة تطرح. وطبعا تم يعني سابقا كان اللجنة تقدم بعض الدعم لبعض المبادرات الفردية اللي كانت تأتي للجنة، بس هذه المرة عملناها على شكل مسابقة. طبعا المسابقة هذه اللي يميزها إنها مفتوحة، يعني فاتحين باب منافسة للجميع، يمكنهم التقديم من أي محافظة موجودين في عمان. أيضا هي راح تكون وسيلة تواصل، يعني اللجنة بحيث أن اللجنة ممكن تتعرف على مختلف المواهب والقدرات والشباب الفاعلين في مختلف المحافظات. وكذلك هذه يعني من خلال هذه المسابقة هناك فرصة لهؤلاء الشباب لصناعة أفكار إبداعية. هذه الأفكار الإبداعية يعني يقوم الشباب بإمكانهم، يعني يمكن شخص كانت عنده فكرة من زمان بس الحين بتكون المسابقة فرصة له هو أن يطرح هذه الفكرة ويحصل الدعم عشان تطبيقها. بالفعل، وهذه مبادرة جميلة منكم كلجنة اللجنة الوطنية للشباب بطرح كما هذه المسابقات، بالفعل لتمكين نقول دور الشباب وتفعيل مرتكزات يوم الشباب العماني، يعني من خلال تقديمهم لأفكارهم. وأنتوا يعني الجميل منكم أنكم تتبنوا وتبادروا دائما، وهذا الدور الجميل اللي نتحدث فيه في اللجنة الوطنية للشباب. خلينا نتكلم عن شروط الترشح للمسابقة سابقا الأخ مازن. نعم، هو حقيقة يعني الشروط، يعني أول شرط طبعا مثل ما تعرفين أن اللجنة تستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 29 في معظم فعاليات. صحيح. ولكن بالنسبة لهذه المسابقة يكون المترشح ممكن لحد سنة 39 كان يقدم الفكرة. ما شاء الله. أيضا طبعا طبيعي لازم يكون عماني الجنسية، وطبعا كل مترشح أو مترشحين أو الأشخاص اللي حابين يقدموا لازم يقدموا فقط فكرة واحدة. فكرة واحدة. نعم. فكرة واحدة. نعم. طبعا إذا كان الشخص المقدم الفكرة من محافظة لازم أن الفكرة هذه يطبقها في المحافظة اللي هو متقدم منها، شرط أن يكون صاحب الفكرة لما يتقدم يكون من نفس المحافظة. طبعا عندنا شرط زمني اللي هو أن الفكرة تنفذ قبل تاريخ 30 يوليو من 2015. يعني عندنا من الحين لحد 30 يوليو لازم أن تكون الفكرة تكون يعني منفذة. ونفس الشيء ما نقبل أفكار اللي يقدمها أي مؤسسات سواء حكومية أو مدنية أو تجارية. يعني لازم يكون مواطن فقط وشخص مستقل أو مجموعة شباب متطوعين مثلا أو مبادرات شبابية ممكن. طبعا اللي يتقدم الفكرة لازم أنه هو يتكفل بتنفيذها، ما يستوي مثلا شخص يقدم فكرة وبعدين يقول لا أنا بعطيها مؤسسة أو شركة هي اللي تنفذ هذه الفكرة. حلو. نعم. ولازم يعني تكون يعني موثقة بفيديو وصور أو
قدر الإمكان الشخص ممكن يعزز تقديم الطلب اللي هو قدمه. الاستمارة طبعا في استمارة موجودة فيها كل البيانات المطلوبة، وإذا كان هو عنده مثلا فيديو حاب أنه يقدمه لتعزيز طلبه، لأنه راح يكون فيها تنافس يعني من كل محافظة السلطنة وكل الشباب السلطنة، فإذا كان في مثلا فيديو مثلا في صور في عرض عضو مرئي مثلا حاب أنه يرفقه مع الطلب، طبعا اللجنة راح تنضبط يعني يجعل منافسته أقوى بكذا يعني ببعض نقول الأشياء اللي يدخلها في المسابقة. نعم بالفعل بالفعل، حتى هو لتنفيذ هذه الفكرة يعني يحاول قدر الإمكان أن الفئة اللي يستهدفها من خلال الفكرة هذه تكون تستهدف فئة الشباب من 15 إلى 29. جميل. يعني ونفس الشيء طبعا لابد ان هذه الافكار كلها تخضع للتقييم من قبلنا احنا. حلو. وما تتعارض مع عمل اي مؤسسه سواء كانت حكوميه او اهليه او ما تكون نفس الشيء. حاول الشباب لما يقدموا الافكار ما تكون فكره مكرره من قبل. حلو. نعم. جميل. واللجنه راح يكون دورها في هذا الموضوع، هي تعرف اللجنه راح تخضع لهذا التقييم مبدئي. صحيح. في البدايه خلينا نتحدث اول شيء اخر موعد لاستقبال الافكار متى؟ 15/11/2014 هذا كآخر حد أو آخر موعد لاستقبال الأفكار. أي نعم، هذا اليوم راح يكون هو آخر موعد لاستقبال الأفكار. ومن بعد استقبال الأفكار أنتوا راح تخبروهم أن آخر موعد يعني تنفيذ الفكرة راح يكون 30 يوليو 2015. نعم، الأشخاص اللي هم طبعا راح يكون في تقييم مبدئي حقيقة تكون فيه اللجنة، طبعا التقييم مبدئي نشوف الافكار ونشوف الافكار المطروحه ونشوف ونقيسها مع المعايير اللي احنا وضعناها، وبعد ذلك يعني راح نفرز هذه الافكار جميعها وناخذ الافكار المتاهله بناء على المعايير اللي احنا ذكرناها واللي راح نعلن عنها، وبعدين راح نسوي مثل مقابل الافكار المتاهله ونختار الافكار الفائزه. ولازم تكون احنا نشجع روح المنافسه عند الشباب عشان ان الشباب يعني لما يقدموا افكارهم يضع في عين الاعتبار انه هو في منافسه شريفه لخدمه الوطن، فمثل الشخص اللي قدم يعني اجمل ما لديه مثلا في الفصل الدراسي عشان يحصل افضل درجه ويروح لافضل الجامعات، هي الفكره نفسها بحيث ان الشباب يقدموا افضل ما لديهم عشان الشخص اذا فاز راح يكون من ضمن الاشخاص الذين يساهموا يعني في تطوير المجتمع. بالفعل بالفعل، اصلا اي واحد يقدم فكره هذه مبادره جميله احنا يعني نتمناها من الجميع، فهذه نعم. مبادرة حلوة وإيجابية بالعكس يعني. نعم. هذه بروحها فوز بالنسبة لأي شاب يقدم أي فكرة. بالفعل هو حقيقة بداية خطوة نجاح هذه حتى. نعم هو حقيقة يعني احنا في الفترة الماضية يعني معظم الطلبات اللي تجينا مثلا لطلب دعم سواء كان مادي أو طلب رعاية هي عبارة حقيقة عن فئة يعني معينة من الشباب، تحس انه دائما هذا لهم الشباب اللي يعني دائما تحس انه في مجموعة شباب هم دائما مبادرين بالفعل. دائما ما يقوموا يعني بتنفيذ افكار عمل افكار. احنا حقيقة من خلال المسابقة نتمنى ان تكون داعم ودافع للشباب الباقي الشباب انهم يعني يبادروا بافكار، لان احنا اكتشفنا في بعض المحافظات وبعض المواقف يعني وفعاليات اللي احنا حضرناها او نظمناها انه توجد حقيقه مجموعه يعني الشباب العماني حقيقه شباب قادر على تقديم الكثير. صحيح. يعني صحيح. في اشخاص يمكن ما يكون له ظهور لكن تتفاجئ بفاعليته ولما ينفذ الفكره عنده يعني افكار جميله وطريقه تفكير حقيقه احترافيه. صحيح. جدا. صحيح. فهذا راح تكون فيها فرصه يعني ان الشباب يعني يكون فيها دافع شيء معنوي. بالفعل. اكثر يعني الحين راح اللجنه راح تتكفل بالدعم. صح انه هو عليه التنفيذ والفترة المتروكة لحد تنفيذ الفعالية لحد تقريبا يعني لحد شهر 7 يمكن 9 أشهر الشباب عندهم فرصة يحضروا ويهيئوا نفسهم يعني تنفيذ الفعالية. صحيح. راح تكون يعني هذه الفعالية لها تغطيتها اللي ممكن أن الشاب بنفسه يفتخر أنه هو اللي قام بتنفيذ. بالفعل. خلنا نتحدث كذا أستاذ مازن، يعني الحين الكل جالس يسمعنا يمكن يبي يعرف خطوات كيف الالتحاق بالمسابقة. نعم، إذا أول حاجة على الشاب أنه يعبي الاستمارة الإلكترونية. الاستمارة الإلكترونية يمكن الحصول عليها من خلال موقع اللجنة www.nyc.om، كذلك في الفيسبوك احنا موجودين على الفيسبوك، اعتقد معظم الشباب يعرفوا موقعنا في الفيسبوك. حلو. في تويتر وفي كل هذه الاماكن بامكانهم انهم ينزلوا الاستمارة الإلكترونية اللي هم بامكانهم يعبوها. والطريق والخطوة الثانية الخطوة الثانية طبعا راح اللجنة يجي دور اللجنة هنا بفرز الأفكار. بعد ما تفرز الأفكار طبعا في أفكار راح تستبعد حسب كمية الأفكار الواردة وحسب جودتها والمعايير اللي احنا راحين نطبقها عليهم. هل في نسبة معينة من الأفكار يعني؟ والله هو احنا راح أكثر شيء راح نراعي التنوع الجغرافي.
حلو. بحيث انه مثلا نحاول قدر الامكان تكون الافكار بمختلف محافظات السلطنه. جميل. ما تركز على محافظه معينه الا اذا راينا ان في مثلا فكرتين في محافظه وفكرتين يستحقوا انهم يترشحوا بناء على قوه هذه الافكار فهذا راح يكون له معايير اخرى. حلو. اما ونفس الشيء راح نراعي نفس الشيء التوسع الديموغرافي في السكان في عمان، ان تركز السكان في عمان يعني موجود في محافظات، فطبيعي من هذيك المحافظات نتوقع افكار اكثر. حلو. تكون يعني حلو. متنافسيه. والنقطه الثالثه او الخطوه الثالثه طبعا راح بعد ما يتم فرز الافكار راح نعمل مثل المقابلات. حلو. للاشخاص المقدمين لهذه الافكار، من خلالها نتم التعرف بشكل اعمق على مدى استعداديتهم لتنفيذها، وبعض التفاصيل اللي هي ما موجوده في الاستماره ممكن نستفسر عن الافكار اللي عند هذول الشباب من خلال مقابله شخصيه معاهم، وبالتالي بعد هذه الفكره راح يتم الاعلان عن الافكار الفائزه. حلو. حيث ان احنا فرضنا الافكار، عملنا المقابلات، وبعدها راح نعلن عن الافكار الفائزه ان شاء الله، وتعملوا على تنفيذها. ونقول للشباب يستاهلوا يا مازن. يستاهلوا. نعم يستاهلوا. وانتم ما شاء الله كريمين وهم يستاهلوا. ربي يعطيكم الصحة والعافية. كلمة أخيرة مازن حاب تقولها لكل المستمعين. والله حقيقة نوجه كلمتنا لجميع المستمعين سواء الشباب أو غيرهم. طبعا احنا الحمد لله في عمان نقدر نقول ان 90% عندنا احنا شباب، لانه تعرف الشباب ما يقتصر على سن معين، ما دام الشخص نعم. منتج نعم. قادر انه ينتج ويعطي احنا نعتبره شاب بغض النظر نعم. عن السن. صحيح. اما تحديد السن هذا فقط كان لتحديد الفعاليات والانشطه اللي نستهدفها. جميل. الكلمه اللي نوجهها انه مثل ما قلنا سابقا ان 26 اكتوبر يوم الشباب، ندعو جميع الشباب انه يتخذ هذا اليوم يوم يقيم فيه نفسه هو كشخص، ماذا قدم لهذا الوطن، هل هو قدم افضل ما لديه، والذي يجب عليه ان يفعله حتى يقدم الأجمل والأجمل في القادم المستقبل إن شاء الله. صحيح. ونتمنى كل التوفيق لكم وللشباب اللي يبادرون ويلتحقون في هذه المسابقة، مسابقة تمكين لدعم أفكار الشباب في خدمة المجتمع. طبعا من هدف المشاركة في تفعيل مرتكزات يوم الشباب العماني من خلال تقديم أفكاره الإبداعية. شكرا لك أستاذ مازن محمد السعدي، عضو اللجنة الوطنية للشباب، وشكرا أكيد للدكتور حمد الغافري رئيس اللجنة الوطنية للشباب. شكرا لك أستاذ مازن. الله يبارك فيكم ونشوفكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. إذا المستمعين متواصلين معاكم، بعد قليل راح نروح إلى نقول فعالية أخرى، فاصل وراجعين لكم.
نسعد بتواصلكم مستمعينا الكرام في صباح سعيد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رئيس مجلس الدولة يرعى افتتاح أعمال ندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ 6 نوفمبر القادم. ومعنا على الخط الأستاذ حمود بن سعيد الناعبي نائب رئيس اللجنة المنظمة بندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ. صباح الخير أستاذ حمود. صباح النور أخي العزيز، صباحكم وجميع صباح الأخوة المستمعين. صباحك سعيد وجميل، وجميل العنوان ذاكرة التاريخ. يعني بالبداية خلنا نتكلم عن يعني استعدادكم ومن وين جات هالفكرة لهذه الندوة. شكرا جزيلا أخي. بداية أنا حقيقة أحب أن أتوجه لكم أنتم بشكل جزيل على تسليط الضوء على ندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ. حقيقة فكرة ندوة وادي المعاول في ذاك التاريخ، الفكرة نفسها هي ليست بجديدة على يعني أبناء أهالي هذه الولاية. دائما نحن في ولاية وادي المعاول نقوم بتنظيم فعاليات وطنية ثقافية دينية وأدبية، لعل أبرزها كان يعني عمان تقرأ في التي أقيمت في قرية اللاقال، وماراثون وادي المعاول الذي أقيم في الفرق، وأيضا هناك أمسية شعرية أقيمت في قرية من قرى الولاية. طبعا الفكرة جاءت من منطلق أنه إحنا جالسين نسعى إلى إبراز التراث المادي والغير المادي بالفعل من خلال تسليط الضوء على ما تزخر به ولاية وادي المعاول من قلاع وحصون وأبراج وموروثات شعبية وعادات وتقاليد. الأخوة أخذوا على عاتقهم أنهم شكلوا لجنة منظمة لتنظيم هذه الفعالية. نعم. يعني من هني وصلت الفكرة. نعم. كيف الاستعدادات لحد الحين؟ والله الاستعداد خلاص، احنا وضعنا اللمسات الأخيرة على 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 عمل الندوة، من حيث أن بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون الافتتاح يوم الخميس 6 نوفمبر، وطبعا 6 نوفمبر يكون بالتزامن مع احتفالاتنا جميعا بالعيد الوطني 44 مكي. بالفعل. وراح يكون ان شاء الله الساعه 7:30 مساء برعايه معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري عضو مجلس رئيس مجلس الدوله. رئيس مجلس، نعم ان شاء الله نكون حاضرين في هذه الندوه. خلنا نتحدث بالبدايه يعني عن اهداف الندوه وما سيتم طرحه وعرضه في هذه الندوه. جميل. طبعا هو تسليط الضوء على يعني المخزون الثقافي لولاية وادي المعاول، المخزون التراثي، اكيد انه راح يكون يعني مردوده ايجابي كبير. من خلال هذه الندوه ان شاء الله راح نعرف ابناء الولايه خاصه والمجتمع المحيط عامه بما تزخر به ولايه وادي المعاول من اصاله في التراث ومعاصره في جوده الاهتمام. ولا شك انه هذا الاهتمام بتراث اجدادنا والتعريف به هو واجب وطني علينا جميعا. إن شاء الله الندوة راح تكون فيها يعني فعاليتين مهمتين. الفعالية الأولى راح تقام مساء يوم الخميس اللي هو افتتاح الندوة، راح تكون جلسة نقاشية راح نستضيف من خلالها يعني مجموعة من الأدباء والمفكرين والباحثين والأكاديميين للحديث عن التراث ولاية وادي المعاول. وإن شاء الله اليوم الثاني للندوة يوم الجمعة راح يكون أيضا هناك يعني إفراج يوم خاص للنساء أيضاً برعاية، ويكون في أيضاً تقديم مجموعة من أوراق العمل التي تعنى بالتراث والتاريخ ولاية وادي المعاول. على امتداد 4 أيام لندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ اعتباراً من يوم 6 لحد يوم الأحد، راح يكون هناك معرض مصاحب يشارك فيه يعني مجموعة من الجهات، نذكر من ضمنها الهيئة العامة للصناعات الحرفية، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وجمعية مرة العمانية، وجامعة صحار، ومجموعة من الأفراد المشهورين معنا في الولاية اللي لهم باع طويل في التراث. ومن خلال هذا المنبر نوجه لهم للأخوة الجهات المشاركة، نوجه لهم كل الشكر والتقدير على تجاوبهم واهتمامهم بالمساهمة في ندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ. وإحنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، بس لو تحدد لنا الموقع أستاذ الكريم والوقت لهذه الندوة.
الموقع راح يكون باذن الله سبحانه وتعالى في ولايه وادي المعاول في مجلس عام اهالي حبره، وراح يكون ان شاء الله في التوقيت الساعه 7:30 مساء يعني بعد صلاه العشاء نقول. نعم. وراح يكون هناك ايضا نقل مباشر في قناه عمان مباشر. جميل. وان شاء الله نامل انه الجميع يشارك، نامل التعرف على 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 تاريخ ولايه وادي المعاول. ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الندوه الاستاذ حمود بن سعيد الناعبي، نائب رئيس اللجنه المنظمه بندوه وادي المعاول في ذاكره التاريخ، واحنا اكيد راح نكون متواصلين معاكم بتغطيه مباشره للحدث. شكرا جزيلا أخي وصباحكم سعيد. شكرا لك. شكرا. إذا مستمعين متواصلين معاكم في برنامج صباح سعيد عبر أثير إذاعة الشباب، فاصل ونواصل معاكم بفقراتنا المختلفة وقراءة رسائلكم على 90456. مروك أعجب وأغرب من الخيال، صباحكم سعيد من جديد، ولكم أجمل التحايا مني لكم مستمعين عبر أثير إذاعة الشباب. ونشوف رسائلكم اللي وصلتنا أكيد على 90456. تحياتنا لصدام البلوش، يقول تحية صباحية للمستمعين، تحية خاصة لك يا عبدين، أتمنى لكم يوم جميل وسعيد. أجمل تحية لك على تواصلك معانا الغالي، ربي يسعدك دوم إن شاء الله. وهناك رسائل ثانية وصلتنا، نقرأ الرسائل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي صاحب الجلالة بفضل فضل المهري. أجمل تحية لك يا الغالي، الله يعود لنا بالسلامة إن شاء الله. صباح الخير وجمعة مباركة من أبو فيصل يعقوبي. أنا عندي أصدقاء يقول كنا في التدريب في الجيش من سنة 1988 إلى هذا اليوم، ما شفت منهم أي واحد وأتمنى أن أشوفهم. تحية نقول لك يا أبو فيصل اليعقوبي، يا ريت لو كان اسمك موجود بالكامل كنا نقرأ، يمكن أحد يسمعنا. عايشة توبية، يا طيور السلام مري عليهم بالعام الجديد، هنيهم وخبريهم أني أدعي لهم، صباحكم جمعة طيبة وتحياتي لكم. صباح الخيرات وتقبل الله جميع طاعاتكم، وندعو الله أن يعود لنا سلطان البلاد أبو عبد الملك الشماخي.
وينك يلي عيدنا في حضورك ضلوعنا من شدة الشوق ناحت وينك ثلاث شهور نحلم في نورك وعمان فيها ريحة الوجد فاحت يا عين صح لسانك. اللهم ذق كل عزيز علينا عظيم عفوك وحلاوة حبك وجميل كرمك. جمعة مباركة سالم سرور التوبي من إزكي. اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريما تحفظ أناس أحبهم فيك. اللهم في الجنة اسكنهم وعن النار أبعدهم ومن المرض الحلال أعطهم ومن رزقك نقول جمعة طيبة. أبو نرجس الشبيب يمكن الرسالة مختبصة شوي معاي. شرات العود لافاح ينثر على كل المخاليق طيبه. صباح الخير احمد سليمان من اسكي. الجنه امنيه الصالحين ومأوى افئده العابدين دمعه العين من ابو فيصل. جمعه الندابي من سمايل يقول صباح الورد عابدين نتقدم بالتهنئه الى ابن اخي نبيل بن ناصر سالم الندابي على المولوده الجديده واقول له الف مبروك وتتربى بعزه وإهدائي وأتمنى لها الصحة والعافية. تحياتي لك وللمخرج إن شاء الله تربى بعزة أمين يا رب. صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية صباح أسأل فيه ربي أن يحفظ أبي قابوس من كل شر وأسأله الخير له في كل درب. شكرا لك على تواصلك الغالي. أنت قلت الرسالة مش واضحة الغالي. العلاج في نفس العلاج في الخارج. صبحكم الله بالخير والنورس السرور. الله يستمع بالخير لكم ويرد مولانا بالسلامة أمين يا رب. صباح جميل بهذا الجو الرائع. اللهم هذا اليوم يوم جديد فافتحوا علينا بأطيب الخيرات أمين يا رب. السلام عليكم. تحية صباحية إلى الأخوة مسعود الحبسي وعبد الله المشرفي على خاطر علي خاطر النجادي صالح بن حمود الشيذاني يعقوب السيابي جمعة الندابي وأبو قيصر وجميع المستمعين. أصدقاء برنامج إذاعة الشباب إلى كل من يعرف أحمد سليمان الإزكي موصول إلى أسرة البرنامج شكرا لك على تواصلك الجميل معانا دائما. دعا ابتسامتك هي أول ملامحك للناس فهي لك صحة وهي وفي الدين صدقة وفي القلب بهاء. صباح الابتسامة وجمعتكم طيبة. أبو صالح شكرا لك على تواصلك الجميل معنا دائما. نطلع بفاصل ونرجع نتواصل أو نقرأ تغريداتكم معنا على تويتر شباب راديو عبدون عبدون ما أدري من راسلي. يلا مو مشكلة. أبو عبد الرحمن الهديف يقول عبدين أنا جمعت بعض من أصدقاء اللي كانوا معي في الصف الرابع يعني قبل 25 سنة تقريبا. ما شاء الله عليك ربي يعطيك الصحة والعافية واجمعكم بالخير يا رب. صباحكم ذكر من الرحمن صباحكم إشراقة يوم مبارك. اللهم بعدد من ذكرك اشفي قائدنا المفدى والبسه ثوب الصحة. أم المهدي تحياتنا لك وشكرا على تواصلك معنا. نسمع معاكم حكيم العرب للفنان أكيد نقول فنان العرب محمد عبده. ابتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا ابتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا لا ذكرنا الشجاعة والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا راجح الفكر نهجك للإخاء والوئام
الفخر يا قابوس من كبتدينا السلام رايكم راينا واشهد يديكم يدينا راينا واشهد يديكم يدينا منها للعدل سلطان القلوب الهما يا العرب يا غيم ظلل علينا يا حكيم العرب يا غيم ظلل علينا يا الزعيم الحليم الفت رجل السلام رايكم راينا واشهد يديكم يدينا منها للعدل سلطان القلوب الهما مبتدى الفخر يا قابوس من كبتدينا لا ذكرنا الشجاعة والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا راجح الفكر نهجك للإخاء والوئام لالي 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 رابط الجاش مثلك كالرواسي رسينا الوصوف ابتسامة في وصوفك ضخام من كدارك شموخ العز درع حصينا ومن كشابك سلاطين الخطوب الجسام رابط الجاش مثلك كالرواسي رسينا وصوف ابتسامة في وصوفك ضخام من كدارك شموخ العز درع حصينا من كدارك شموخ العز درع حصينا من كشعبك سلاطين الخطوب الجسام في سما المجد عليت الوطن واعتلينا سعدك على هالأرض بالخير حام هذي عمانكم وإحنا بخطاك احتدينا سير يا بن سعيد ودايما للأمام في سما المجد عليت الوطن واحتلينا بخطاك احتدينا سعيد ودايما للأمام مبتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا لا ذكرنا الشجاعة والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا راجح الفكر نهجك للإخاء والويام لالي 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 مبتدى الفخر منك يا سلطان عمان ونمشي بخطاك أبناء عمان
من جديد نمسي عليك نصبح عليكم بالخير مستمعينا الكرام، ونقول تحياتنا اكيد لكم. دروب السلامه والسهاله للجميع. بالامس كان مؤتمر صحفي الجولف للعطاء، واكيد جمعيه دار العطاء لها وقع في هذا المجتمع بفعاليتها الجميله والتي تخدم المجتمع. معانا على الخط الاستاذه رحمه العامريه مديره جمعيه دار العطاء. صباح الخير استاذه رحمه. صباح الخير الاخ عبدين، الله يسلمك. ربي يعطيكم الصحه والعافيه. خلنا نتحدث كذا عن موضوع نقول الجولف للعطاء، هذه البادره الجميله منكم في نقول هذا الوقت بالذات. نتحدث اول شيء عن المؤتمر الصحفي اللي حدث امس، نقول وماذا طلعتوا بالمؤتمر الصحفي؟ طبعا تم عقد مؤتمر صحفي امس الساعه 7 مساء بقاعه البهجه بمطعم الغابات المطيره بالقرم. فكرة بطولة الجولف للعطاء هي أن رجل أعمال اسمه جقواني وهو حرمة يتعودوا كل سنتين يعملوا أشياء رياضية العائد يذهب لجمعية دار العطاء. نعم. ويختاروا يعني وقت، لو تلاحظ أنه في كل نوفمبر هي هذه المبادرة تكون. حلو. نوعا من يعني الشكر للوطن، كأنهم هم عاشوا فترة طويلة هنا في الوطن في عمان، وهذا تيمنا منهم للوطن. فأو هذا ثالث فعالية يقوموا فيها. فأمس كان وجود كبير للصحفيين من الصحف المحلية العربية والإنجليزية، وبالإضافة إلى الرعاة الفرق المشاركة. تم الرد على معظم الأسئلة اللي يعني تسأل عنها الصحفيين، عن البطولة، وقتها، عدد الفرق. فكان يعني اللقاء والمؤتمر كان مثمر، وضحنا فيه عن البطولة. واحنا نبي نوضح للمستمعين الحين يسمعونا، يمكن اغلبيتهم ما حضروا يعني المؤتمر، فنبي نعرف احنا كم فريق يتضمن هذا نقول البطوله. نعم، الفرق اللي راح تشارك هم 11 فريق من مختلف الشركات. الشركات الداعمه الراعيه هي نفسها تكون فريق من عندها. فعندنا تقريبا 45 لاعب. البطوله ان شاء الله راح تكون في 7 نوفمبر بنادي وادي غلل الجولف في الساعه 7 صباحا. حلو. البطولة راح تكون تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وعلى حسب معلوماتنا من يعني من الأخ دوبال إنه هو عنده يعني الدكتور محمد الرمحي من المحبين لهذه اللعبة أصلاً، ويتواجد دائما في يعني في نادي في وادي غالي للعب بطولة الجولف. شيء جميل، شيء جميل. وكيف تم التنسيق مع الفرق؟ يعتبر من نفس دعم. أيوة. تم التنسيق مع الفرق بنفسهم، هم يتولوا كل الأشياء اللي تخص يعني تحديد الفرق، مخاطبة الرعاة اللي هو بنفس يعني هذا رجل الأعمال وزوجته يتولوا بنفسهم مخاطبة الجهات هذه، بس يأخذوا من عندنا إحنا المخاطبات الرسمية. جميل. نبقى جميل. إحنا بس يعني نتابع الجانب الرسمي، مثلاً للصحافة، التلفزيون، للتغطية، مخاطبة الجهات برسائل رسمية. العائد من هذه البطولة يعني العائد لحد الحين 15,000 ريال عماني راح يتبرعوا فيه لدعم مبنى العطاء الخيري. نحن على يعني وفق حملة ترويجية الحين لبناء مبنى العطاء الخيري. ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا المبنى يا رب. إن شاء الله. وأنا بصراحة أحب أشكر الشركات الراعية اللي يعني تبادروا وتعاونوا معنا، وإحنا كجمعية دار العطاء أي فكرة لأي شخص على هذا الوطن يعني تهدف لمساعدة الأسر المتعففة في سلطنة عمان، إحنا بالعكس نرحب ونشجع وأبوابنا مفتوحة لأي فكرة جديدة. ويعني أشكر الشركات اللي الراعية لهذه البطولة، الشركة الوطنية للعبارات هورس ماكر وغزالي، الشركة العمانية للاتصالات عمان سيل ساركو، شركة دليل النفط، سي سي ان انجيرين ديفلوبمنت، كيمجي رمداس، شركة صناعة البترول، بنك العز الإسلامي، ومنتجع النهضة والميراث. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق لك أستاذة رحمة إن شاء الله، ونتمنى لهم الفوز إن شاء الله. إن شاء الله الفرق أكيد نتمنى لهم الفوز. أيوه. نعم. مركزين عندنا الفوز، المركز الأول المركز الثاني. حلو. وبتكون البطولة تصادف يعني يوم جمعة إن شاء الله، نتمنى حضور أي شخص محب لهذا يعني الهواية أو لهذه الرياضة. نتمنى حضوره ان شاء الله. المكان هو بنادي غلال الجولف. نعم. اللي على غلال. على اليمين يكون من الخط. نعم. السريع. نعم. ايوه في 7 من نوفمبر ان شاء الله. ونتمنى عوده قياده سلطان، ونتمنى يعني للصحه ودوام الصحه والعافيه، ونحتفل بالعيد الوطني بوجوده باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل التوفيق لكم استاذه رحمه العمريه مديره جمعيه دار العطاء، شكرا لكم.
شكرا أخي، مع السلامة إن شاء الله. نتمنى أكيد كذا دائما كل الفرق تكون مبادراتها إيجابية، ومبادراتها إيجابية بالفعل ولها دور كبير في المجتمع في جميع المجالات. تواصلنا لازال مستمر في آخر ربع ساعة من برنامج صباح سعيد، وراجع لكم. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نصبح عليكم بالخير في آخر نقول 12 دقيقة من برنامج صباح سعيد. نقرأ الرسائل اللي وصلتنا على 90456. هلت مزون الخير واستبشرت يا عمان برجعتك يا سيدي قابوس، ندعي لك بالسلامة آمين يا رب. تحية صباحية للأخوة مسعود الحبسي، عبد الله المشرفي، علي خاطر النجادي، تحياتنا أكيد لكم. صباح الورد للوردي، حياك الله شرفتنا ورد. أصدقاء البرنامج إذاعة الشباب، إلى كل من يعرف أحمد سليمان منزكي، تحياتنا لك. وصباح الخير على الجميع، وطابقت
جمعتكم من أخوكم أبو فلسطين اليعربي، حياك الله مرة ثانية. يقول عابدين حمد سعيد صالح اليعقوبي من ولاية عبري، بعض الصداقة لو أهلها يغيبون تبقى، لو ظروف المواجهة شحيحة والرفقة اللي حدها بالتلفون تضيع لا ضاعت علينا الشريحة. عدنان المعمري، اي والله الصداقة تلقاها فقط بالتلفون، ها بس يعني اذا ضاعت شريحة وضاع رقمك خلاص انا نسيتك، لا اعرفك ولا تعرفني. صباح الخير من خالد الكمشكي، يا رب احفظ عمان واهلها واحفظ جلالة السلطان، امين يا رب يا خالد. شكرا على تواصلك الجميل معانا وكل المستمعين. جمعة مباركة للجميع، وأحب أهني الوليد بن خالد بن ناصر الحبسي بمناسبة عيد ميلاده الأول اليوم، وأقول لك العام وهو بألف خير وسلام. وأحب أعرف أي معلومة بسيطة توصلني على هذا الأخ اليعقوبي، كان اسمه أو رقمه تلفونه، لأني أنا من ضمن هذا الجروب لعام 1988 ناصر الحبسي. إن شاء الله يا ناصر احنا بنوصلك أكيد، لنقول أبو فيصل اليعقوبي إن شاء الله. حمد سعيد صالح اليعقوبي هو من ولاية عبري، ناصر الحبسي إن شاء الله بنوصلكم مع بعض، بنجمعكم بالخير إن شاء الله، وإن شاء الله نكون إحنا جسر تواصل سعيد وجميل بينكم دائما. نروح لبعض الأخبار الغريبة مستمعينا الكرام. تمكن رجل هندي ماهر بمساعدة والده من صناعة قفل لإيش؟ لبيضة بحسب التقارير الصحفية. طبعا أيمن مستغرب يصنع قفلا لبيضة كيف؟ الحين بنقرأ الخبر. يقول أضافت التقارير أن ماني هو من عمر 33 عاما قام أيضا بصناعة سيف خاص لقطع البيضة دون أن تتضرر. شوف يعني صنع سيف يقطع البيضة وبعدين صنع قفل يصك على البيضة. فبعد أن قطع البيضة إلى جزئين قام بوصلهما وربط جانبيهما بوصلة مستخدما لذلك، طبعا شيء ما تصدقوا، 12 مسمار، استخدم 12 مسمار. وقد استعان النجار الماهر بمطرقة خاصة لطرق المسامير بحيث لا تتكسر البيضة. كيف؟ ما شاء الله عليه، يعني بالفعل هذا فن ما حد يتقنه، يعني نادر ما يتقنوا هذه الفنون خاصة البسيطة والصعبة. وقد استغرق الأمر عدة أيام لدق المسامير في البيضة التي تنكسر لأبسط خطأ، وبدأ القفل الصغير على شكل سحلية من البرونز. وقدمت على فكرة قدمون للشاب الكثير من العروض من أجل شراء التحفة الفنية التي أنجزها لكن رفض بيعها. أنتوا أول ما تشوفوا على التحفة أنتوا على بالكم يعني أنها تحفة كبيرة ومدروش، لكن بالفعل هي بيضة حقيقية ومقصوصة بسكين خاص هو صنعه، والقفل هم بعد إنه قفل غريب وعجيب. هذه تحفة مفروض تدخل موسوعة جينيس بصراحة، ولا شو تقول؟ لا يا أيمن، أيمن ولا عنده خبر. خبرنا الآخر، معجزة طفل لا يأكل منذ سنة. سبحان الله، منذ سنة توقف طفل أمريكي لاندون جونز عن الأكل والشرب بحسب صحيفة ديلي ميل، واختفت شهية الطفل البالغ من العمر 12 عام فجأة دون سابق إنذار بعد أن كان قد التهم بيتزا وصحنا من الأيس كريم. جونز وهو من مدينة واتلرو في ولاية أيوا الأمريكية استيقظ صباح يوم 14 أكتوبر 2013 وقد فقد كل إحساسه بالجوع والعطش. حاول مايكل وديبي جونز والدا لاندون إقناع ابنهما بالأكل مدة سنة كاملة لكنهما فشلا. الولد كان يتناول أكثر من عضة واحدة من سندويتش
وعدد قليل جدا من رقائق البطاطس فقط، كما أصيب باليأس من إمكانية المعرفة. طبعا راحوا إلى المستشفيات مدة تقريبا 5 مستشفيات علشان يفحصون حالة الولد، لكن باءت بالفشل. 9 سنوات يعني كان برايس 9 سنوات عمره، والحين عمره 12 سنة. الشقيق الأصغر يعود كل يوم من المدرسة ليستمتع باللعب مع كلب العائلة. كان لاندرو الكسول يكتفي بالجلوس على الكنبة فقط. تغيب الطفل عن المدرسة تقريبا خلال السنة 65 يوم بسبب الفحوصات والمراجعات الطبية. قام الأطباء طبعا طبيب الأطفال في مدينة واترلو بوصف مضادات حيوية، لكن لاندون ما يزال يرفض الأكل والشراب. هذه الحالة طبعا تعتبر الوحيدة في العالم والنادرة، وقد فقد الطفل أكثر من 16 كيلو جرام من وزنه بعد أن تراجع من 47 جرام إلى 30 جرام، يعني بعد أن بدأ يفقد نحو كيلو جرام كل أسبوع بدءا من خريف الماضي. وقال الوالدين أن الخطوة القادمة راح تكون وضع أنبوب لتغذية الطفل مباشرة في المعدة، وهما يعتقدان أن مرض الطفل لاندو يعود إلى خلل في دماغه. الله يشفيه إن شاء الله. يعني بالفعل يقول الحالة الوحيدة اللي في العالم، فالله يشفيه. متواصلين معاكم، فاصل ومن بعد نرجع نتواصل. هل الفلك لو تهل الأرض شكل دائري، لو قلت لي ما هي كرة أقول أنا ما هي كرة. أهل الفلك قالوا بأن الأرض شكل دائري، أكيد ما به واحد بهالكون يقدر ينكره، إلا أنا رأيي مع رأيك يبيع ويشتري. لو قلت لي ما هي كرة أقول أنا ما هي كرة. أهل الفلك قالوا بأن الأرض شكل دائري، أكيد ما به واحد بهالكون يقدر ينكره، إلا أنا رأيي مع رأيك يبيع ويشتري. لو قلت لي ما هي كرة أقول أنا ما هي كرة. يلي سكنت بناظري واضلع علي من ناظري، انت هدي يا حمد الخالق عليها واشكره. حبك كبير اكبر من احساس الخيال بخاطري، اكبر من اني انكره واكبر من اني اذكره. واهل الفلك قالوا بأن الارض شكل دائري، خذني معك للمشتري، جهزت نفسي للسفر ما باقي إلا التذكرة، رجلي على رجلك وأنا لك بأولي وبآخري. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج صباح سعيد، إن شاء الله كنا خفيفين على سمعكم وكنا متواصلين معاكم في دروبكم ونسناكم شوي، ورب يحفظ الجميع. بس آخر رسالتين، أرتاح لاسمك وطاريك وأحب همسات الغلا في كلامك العيون،
حروف الشوق من قلب مغليك تحضن مشاعر خاطري في حياتي ارتاح لكلمتين ربي يشفيك الله يحفظ جميع المستمعين من خالد البلوشي. حياك الله يا خالد ربي يعطيك الصحة والعافية. إذن مستمعين وصلنا إلى الختام، تقبلوا أجمل تحية مني أنا أخوكم، كنت في الإعداد والتقديم أخوكم عابدين البلوشي، وفي الإخراج زميلي أيمن محمد الحبسي، وأجمل تحية للتنسيق والمتابعة الزميل سيف الهلالي اللي ما نستغنى عنه دائما. ملتقانا على خير، مع ألف سلامة. الغمام اللي سما بيدك مقامه جاد مثلك وانهمر وانكفر ثامه، ينهمر لكن سيليدك تعلى يا الكريم الوافي العالي مقامه، زاكي الجدين كساب ثنايا في السماكين انكتب مجدك علامه، كل شبر في ارضنا ازهر بشوفك، كل قاع وكل صدر وكل هامه باذخ والبحر يتشبه بايدك، فارع ما توصلك جبهه وقامه، فارس والمهره اللي باكتسامت ما رضت الا تحلق بالزعامه، يا حفيد احمد ويا تاج المعالي انت رمز السلطنه رمز الشهامه، بو سعيدي الاصل زاكي الرومه للعروبه نبل وافعال وكرامه، رايكم عالي ورايتكم عليه من وقف في ظلها علت مقامه، سادة التاريخ وحماته وبابه، موقدة حربه وحماية سلامه، مشرق الامجاد من شرق الجزيره الكريم الواصل القاطع حسامه، باكتزي العز يا طلق المحية وباكتسام المجد في يومه وعامه، والله إنا ما بذلناها القوافي غير الوافي الذي يرعى ذمامه، ما لغيرك شعرنا مولاي غنى انتو اللي بس أشعلتوا غرامة، قد شعب يشبهون الأسد حاشا الأسود تشبهت فيهم نشامة، بس تامر بانسوق أرواحنا لك دون تامر كلنا شم وكرامة، ربنا يحفظك ذخر وعز دايم للغبيرة يمدك بصحة وسلامة، جيت يا مولاي متغني بشوفك صرت ضيف يديك يا رمز الزعامة، شعبكم عبر من الخافق وغنى، واللي بقلبه لك اللي بقلبه لك أكبر 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 من كلامه، الغمام اللي سمى بيدك مقامة جاد مثلك وانهمر والكفر ثامة، انهمر لكن سليم العزيز العالي الوافي تماما، الغمام اللي سمى فيك مقاما جنب لك والهمر وكفر تماما، لكن سليك تعلى العزيز العالي الوافي تماما، بالثنايا في السما كان انكتب مجدك علامة، ذاكي الجد انكسب الثنايا في السما كان انكتب مجدك علامة، كل شمر بأرضنا أزهر بشوف كل قاع وكل صدر وكلها، كل شمر بأرضنا أزهر بشوف كل قاع
عفيد احمد ويا تاج المعالي، انت رمز السلطنة رمز الشهامة. واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام.